شاهدوا الأجانب وهم ماشيين إلى الهرم، ودي منظر الأهرامات الجميلة. خوفو وخفرع ومن كورع وكورع. بصوا لها السياحة يا جدعان، حاجة جميلة جدا وحاجة روعة. ده طبعا خوفو سياحة. بص يا جدعان امشي، دي منظر الاهرامات وشكلها الجميل الطيب والرائع، حاجة جميلة جدا يا جدعان. اهرامات مصر الجيزة، امشي يا ابني. تسلم. ودي شكلها الاهرامات. حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة منظرها. بص السياحة يا جدعان، السياحة مالية الدنيا هنا. أحسن حاجة إن هي السياحة مالية الدنيا. هذه الأهرامات أهو. تسلم تسلم. تسلم تسلم. أحمود امشي امشي معايا كده، امشي جاي، امشي امشي، خليه يركب هو، امشي. ودي شكل الأهرامات وشكلها الجميل والرائع. وهنا تقول نهاية هذا الفيديو، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.